خلينا نتكلم على مستوى المنتخب. احنا عندنا بطولة افريقيا اللي جايه ان شاء الله في شهر 9 تقريبا، صح يا رنين؟ بتهيألي مع كابتن هاب الالفي رايحين. شايفين حظوظنا ايه بالرغم ان احنا خسرنا من كينيا خساره غير متوقعه بامانه، يعني في الفاينل بتاع المنطقه الخامسه، بس شايفه نقدر نروح نعمل حاجه خاصه في وجود مالي؟ كينيا بقت كويسه جدا، كوت ديفوار بقت بتهتم جامد جدا بالباسكت دلوقتي، شايفه ده ازاي؟ هو انا شايفه ان كابتن ايهاب يعني مدرب كويس قوي، وحاسه ان هو يعني بيعرف يستخدم العناصر الموجوده كويس قوي، فحاسه يعني المره دي هتبقى احسن من المره اللي فاتت بكتير، لان فرصتنا المره اللي فاتت كان في ماتشات قريبه جدا كان يعني ممكن نكسبها، فحاسه ان احنا نتعلم من الاخطاء بتاعت المره اللي فاتت وممكن نعمل حاجه المره دي. لعبتي مع المنتخب قبل كده انت؟ لعبتي اخر بطوله افريقيا يا ندى؟ كنا خدنا بين سادس او سابع، صح؟ سابع. يعني بيتهيألي ممكن الدوره دي نبقى احسن بكتير. يعني كابتن ايهاب يعني حد منظم جدا وشاطر، يعني كان مدير فني النادي الاهلي، يعني فعنده سيستم ونظام وبيعرف يجمع اللاعبين كويس وبتاع. بس احنا خلينا على يعني مالي، السنغال، كوت ديفوار، خلي بالك يعني يعني في اهتمام بكره السله، انتوا شايفين الجماهير متابعه كويس قوي، يعني ما يعني اولاد وبنات متابعين نتائجهم، متابعين الصفقات، ومتابعين كل شيء، فده يخلينا نقرب، يعني يبقى عندنا الهدف ان احنا ناخد حاجه زي كده او نقرب نبقى في المربع مثلا في بطوله افريقيا. أيوة. صح انا غلطان؟ أيوة. تونس اخبارها ايه؟ لا يعني اعتقد مصر احسن من تونس بكتير. دلوقتي احسن بكتير. يعني في جيلنا كان تونس هي ومصر بيبقوا قريبين، بس دلوقتي احنا احسن. احنا احسن بكتير. ويمكن السنغال وكينيا ومالي، أنجولا. بس أنجولا يعني ما بقتش بعبع زي زمان، يعني أنا شايف إن أنجولا ما بقتش هي البعبع اللي إحنا أيامنا كان يعني هو إحنا بطولة أفريقيا اللي فاتت وإحنا يعني كنا كسبانينهم طول الماتش، بس إحنا خسرنا في الآخر يعني، بس أعتقد إن البطولة دي لو إحنا اتقابلنا أنجولا هنكسب إن شاء الله.